عليكم وصح افطاركم. حلقة تاعنا اليوم على الخضارين الجزائريين. فوتوا شوفوا راي الشارع الجزائري فيهم. خويا العزيز وش رايك في الخضارين الجزائريين؟ يا خويا الخضارين الجزائريين كاين اللي فيهم ناس ملاح وكاين اللي فيهم ما يخافش ربي. كيفاه زعما ما يخافش ربي؟ باغ اكزومبل يحط لك حاجة باهية قدامك واللي من الله ورا الرابوش. شغل بيع الغرر. فوالا. الخضارين الجزائريين على كل حال كيما كاع الخضارين في العالم نورمالمون فيهم الملاح وفيهم الدوني. الدوني من جانب شنو؟ الدوني من جاب التطفيف، من جاب الغش في الميزان، الغش في السلعة. هذه ما يحكموا، ما يعرفوش الأحكام الشرعية المتعلقة بالبيوع. هذه حتى القوانين الوضعية ما يعرفوهاش. قوانين تاع الله عز وجل في وقتنا ضايعة. خضارين الجزائريين يا خويا كاع نصم منافقين 1% برك دي سيريو. من جانب واش يعني منافقين؟ يقابروا في السومة. كيفاش يقابروا في السومة؟ سما السومة يزيد لا ينقص لها كما يحب هو ولا؟ الخضار شوف الخضار كان خضار عنده فريقو يشري سلعة نص سومة، كان بريوتوني بيحب السومة ما كاش. سما يستوكوا السلعة ومن بعد يبيعوها بالغلاء كما نقولوا في رمضان. كما في رمضان كما نقولوا حاجة تاع الشتاء يخبوها للصيف وحفاه كاين عفاس بزاف. شوف يحط لك الحاجة المليحة من الفوق ويدير لك الحاجة العيانة من تحت. ما تقدر تشري كيلو تلقى 100 غرام مليحه 900 غرام كاع عيانه تلقى اكثر كاع بالك. اه يا الخضار راك خاربها شويه. خضارين في الجزائر وللاسف الشديد ولاو ما يحلوا ما يحرموا في الخدمه تاعهم. تلقاه يبيع لك بيع الغرر اللي في الاصل تاعو الخدعه واللي محرم الرحمن، معناها يحط لك سلعه مليحه من فوق والسلعه العيانه من تحت. قول يا خدعك بلا كونفيونس. هذه الصغيره احنا واش نديروا بها؟ ما تتباع ما تنتكل. امال الواحد يبيعهاش ما يسرزق على روحه. هذه كبيرة للناس اللي تاكل بعينيها نصيدوا بها الخرفان. الواد تباعي بسمة الماماري كاع. سبحان الله الناس تاكل الحرام عادي كاع شغل نورمال. كاين ما كفاش بيع الغرر يزيد يطفر في الكيل والميزان، حبيبنا يسرق في الميزان وعاجبه الحال. عندها منا تفاح صاحبي 25 درهم حاجه مليحه. او يبان حاجه مليحه. عطيني كيلو ورطه من الناس. ماشي مشكل. هكذا كيلو ورطه وبالزياده ثاني، زياده اخر من النقصان. هاك حبيبي بارك الله فيك. شحال خاطرك؟ 37500. بالضبط صراحه تبان خفيفه شويه. لا لا ماهيش خفيفه، انت ناقشين تبان كلش في يدك خفيف حبيبي. الله يسلمك خويا. ديجا فوقها ورجع لي بخبر على بالي بلي تولي تدي 5 كيلو. سير شوف معمر عما ديجا من داخل بانا. ايش خويا بارك الله. يقدر هذه يقول لك توزن زوج كيلو نورمال. وزيد سلعة كي تكون قديمة ولا خاسرة ولا نادبة كاع هو يدخل عليك الحلاوة السكر سلعة فريشكا صوم بيبا ما نعرف وشنو. ودي زعما سلعة جديدة صاحبي. تبي هذه سلعة جديدة صباح نحيناها من الجنان. هذه على بالك شنو بانا ندور. ديجا هذه كي تفتحها وطيبها تطلق البو تاع الكيوي. تبي هذه سلعة كريستال فريشكا ماتين جديدة ما تندمش عليها كاع. خويا عطينا زوج كيلو. ماشي مشكلة حبيبي. ايه يلا فريكي. ودائما في الطريق المستقيم للربح السريع كاين خضارين يبروفيتيو بسلامتهم سيرتو لا كان وحده في البلاصه هذيك ولازم تشري عليه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. بيبي شحال دار البنان عندك؟ 40000. اوه راه دير 12000 ولا كان راكم فاصل سبيطا راك دير في 40000. بيبي انت دارك ما دير للمريض. سما باش تدير اجر. انت باه تدير اجر لازم تخلص الاجر. يا ودي بيبي يا اورت يا حبيبنا. كاين ثاني الخضارين المتنقلين هذوك على حساب شوفه هما الاولين اللي كريو لا بيبليسيتي في الموند. قلبانه فول وقرنوط طوماط طياشه ولبصوات فتاش رالو الرد 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 ترواميت ترواميت كل الله كل يا حلو كل يا حلو كل يا حلو كل ما
مشكل نهار تروح تشريع للخضار المتجول هذا حتى يكيه لك مليح ويقيس عليك باش يمدك البري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حد العنب هذا راه ضرب فيها كوستيما طوموبيل المانيه يبان مسؤول ديك الكرافطة كيفاه يبان نور العز في وجهه هذا كي نقول له 5000 ولا 50000 ولا 500000 سي كيف لازم تروح ليه بالحفا حبيبنا وكاين منهم اللي يعفسها لك في السومه هي تسوى 3000 للكيلو ويقول لك لو كان تدي لي 3 كيلو نحسبها لك ب 10000 كعبك في 1000 راك 100 حال تفاح الكيلو صاحبي بيبي 3000 الكيلو 3 كيلو ب 10000 على بالك رانا دايرين الوصول كل يا قليل الدولار راه يتال فينا من بلاصه لبلاصه كره حياتي ديش على بالك كمل هذا وما كتجوا كي قاوليش ونروح حبس خدمة هذه كاع ما نزيدش خدمة هاك وزين لنا 3 كيلو 3 كيلو ب 10000 وانا شاريه 3000 للكيلو سما 3000 زي 3000 زي 3000 تعطيك 9000 سمك لاني في الفراك هكذا وصلنا للافا تاع الحلقه تاعنا تاع اليوم ربي يوفق كل خضار يخدم بنيتو ويخاف ربي في السلعه اللي راهو يبيعها وفي الناس اللي راهي تشري عليه وربي يهدي كل خضار يسرق في الميزان ويخدع في السلعه وما يخافش ربي سبحانه انا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم وصحه سحوركم والسلام على بالك 3 كيلو ب 10000 على بالك رانا نسرحوا للزوالي باش ياكل على بالك الدولار يجري مورانا على بالك على بالي اش مالك تصور ويا هذا صور جيلي عادي جيلي با جيلي با خصني ديالك ومن بعد ديروا لي